أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم الموقف الإخباري. أشهدت سلطات مختصة محاولات لفلول النظام البائد التخريبي قبل وقوعها، حيث شرعت في القبض على محركيها وفق ما توفر من معلومات عن أماكن تجمعاتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقال الأستاذ وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو إن عمليات المداهمات لأوكارهم في الفنادق وفي السوق المحلي والسوق المركزي وفي كافة الأماكن الطرفية بدأت عند الساعة 2 صباحا، وأكد أن السلطات المختصة من الشرطة والمباحث قد وضعت يدها على كافة هذه العناصر من الفلول، من بينهم أعداد من النساء والفتيات وضعوا في حراسات ويتم التحقيق معهم. التحية للسوار الموجودين على الأرض، التحية للسوار في مواكبهم الآن في إحياء هذه الذكرى، التحية لهم في الأحياء السكنية في كل ربوع بلادنا الحبيبة. مثل ما ذكرنا في مؤتمرنا الصحفي الماضي، إننا نحن في لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو توفرت لدينا معلومات كثيرة عن عمل إجرامي وتخريبي كبير بيقوموا به فلول النظام السابق، وأمكن هذا التحضير بدأ. الناس تكلمنا عن أجهزة التلفونات اللي كانت عند بعض قيادات الفلول الموجودين داخل سجن كوبر، ويتكلمنا بعد ذاك برضو عن المجموعات التي تنظم لهذا العمل، مجموعات الواتساب للتنظيم بأن يجعلوا من هذا اليوم يوما تخريبيا، والحمد لله أن هذا اليوم حتى الآن يسير بشكل جيد وممتاز، والأجهزة الشرطية تؤدي دورها، وأيضا الثوار في كل مكان في أنحاء الولاية، ولاية الخرطوم وكذلك في بعض الولايات، يقومون بدورهم كاملا في أن يفرقوا ما بين الثوار وما بين فلول ما يسمى بالحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني المحلول. ونحن بنأكد وبنقول للإخوة الثوار، واصلوا في هذا المسعى، عبروا عن آرائكم، فهذا يوم عظيم، ولكن يجب أن نكشف كل هؤلاء الفلول الموجودين. مواصلة للمعلومات، توفرت لدى لجنة التفكيك معلومات كثيرة عن بعض الناشطين من المؤتمر المحلول، والمسألة حقيقة بتوافر معلومات وبجهد من الثوار أيضا في القواعد وبجهد من الشرطة والمباحث تلغينا معلومات. والحاجة بالأمس تم القبض على مساء تم القبض على أحد الناشطين من كتائب الظل. وكان قد خرج مئات في تظاهرات ومواكب 30 من يونيو في العاصمة الخرطوم في عدد من الأحياء والولايات استجابة لدعوات إحياء ذكرى 30 من يونيو، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لقوات الشرطة خاصة وسط العاصمة الخرطوم. ورفع متظاهرون شعارات تطالب بتصحيح المسار ومطالب بتحسين الوضع المعيشي، كما طالبت شعارات أخرى بإسقاط الحكومة. وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع مجموعة من المتظاهرين كانت متجهة نحو القصر الجمهوري في وقت أغلقت السلطات شارع القيادة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أهمية الدور الكبير الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في المشاركة في إنجاح الفترة الانتقالية من خلال مساهمتها في العمل السياسي بالبلاد. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمجلس الوزراء ممثلي قطاعات منظمات المجتمع المدني. وأكدت قطاعات المجتمع المدني السوداني أهمية المبادرة، مبينة دعمها لمبادرة رئيس الوزراء الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام. وأمن اللقاء على أهمية التوقيت الذي تم فيه طرح المبادرة والمحاور التي اشتملت عليها في إطار مستقبل الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
جدد القائد طاهر أبو بكر حجر عضو مجلس السيادة الانتقالي الدعوة للمجتمع السوداني بكل مكوناته الرسمية والشعبية بتضافر الجهود والتعاون للمحافظة على مكتسبات البلاد. جاء ذلك خلال مخاطبته جماهير محلية أبو كارينكا بشرق دارفور بميدان النجوم، مؤكدا أن كل هموم ومطالب مواطني أبو كارينكا ستكون مكان اهتمام حكومة الفترة الانتقالية، لافتا إلى أن العدالة تقتضي رد الحقوق لأهلها دون محاباة أو ظلم، مبينا أن اتفاقية جوبا وضعت أساسا متينا لنظام الحكم بالبلاد من خلال إقرارها للحكم الفيدرالي الذي يقسم الموارد حسب الكثافة السكانية وهو معيار عادل. توجه وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدوري رقم 24 لدول الحوض الجنوبي بمشاركة وزراء الري والموارد المائية لتلك الدول، وتناقش الاجتماعات اعتماد الموازنة الجديدة للمشروعات التي تمت في دول النيل الجنوبي وخطة العمل المستقبلية. وتتسلم الكنغو الديمقراطية في ختام الاجتماعات رئاسة الدورة الجديدة من إثيوبيا رئيس الدورة الحالية. جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية بتمكين النساء سياسيا واقتصاديا، لافتا لدورهن الرائد في ثورة ديسمبر المجيدة. جاء ذلك لدى لقائه بمجلس الوزراء سيدات السودان، وذلك للتفاكر حول مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتحصين المسار الديمقراطي بالبلاد بحضور وزيرة الخارجية وعدد من الوزيرات. وأشار اللقاء إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء التي أطلقها مؤخرا تمثل مشروعا وطنيا كبيرا، حيث أوضحنا أنه لا بد من نشرها على نطاق واسع على مختلف فئات الشعب السوداني. نهاية الموقف، إلى اللقاء.